بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقائي المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد، اليوم احنا معنا موضوع خطير، والشيء بالشيء يذكر. يعني كثير من الناس بيسألوني: يا أستاذ أيمن، ليش قناتك ما فيهاش إعلانات؟ والحقيقة الإجابة صادمة، وهي تمثل أزمة شعب. يعني أنا الآن بعض الناس يعتقد أنه قناتي ما تفعلت، وهذا غير صحيح. أنا قناتي تفعلت بعد 17 يوم من افتتاحها. والمشكلة أنه عشان تتفعل الإعلانات وتستلم أرباحك من اليوتيوب، أنت لازم تحدد أو تثبت عنوانك وتثبت هويتك. إثبات عنوانك عن طريق فاتورة كهرباء، أما إثبات هويتك فأنت محتاج بطاقة. وبما أني أمتلك بطاقة يمنية وجواز سفر يمني، أرسلتهم من اليوتيوب لكنهم رفضوهم. ليش؟ لأنه التاريخ منتهي. طيب، حلو، بسيطة. أنا مواطن يمني، بطاقتي منتهية، إيش أسوي؟ روح جددها. وهذا اللي حصل قبل شهرين، رحت أجدد البطاقة حقي، وإلى اليوم شهرين ونص ما استلمت البطاقة. ليش؟ قال لك ما فيش عظم، البطايق العظم. هذا وأنا يعني معروف، والناس هناك يعرفوني، وكثير في ضباط كبار هناك أصدقائي من 30 سنة، من صف أول ابتدائي وإحنا أصدقاء من عام 91، ومسؤولين كبار وما قصروا، واقفين معايا في الموضوع، لكن ما فيش بطايق. طيب، السؤال هنا أنه أنا، وهذه أنا أتحدث بلسان الشعب اليمني كله، أنا الآن كمواطن يمني، إيش المطلوب مني أسويه عشان أحصل على بطاقة؟ هذه أبسط حقوقي، لا هو طلب شهادة دكتوراه، ولا علاج على نفقة الدولة، ولا منحة دراسية خارج اليمن. أشتي بطاقة، يقول لك ما فيش. والكارثة أنه إذا ما عندك بطاقة في اليمن جديدة، حياتك كلها تتوقف. تروح صراف يقول لك لازم البطاقة الرقم الوطني، تروح بنك، يعني حتى في البنك روح تحرك حسابي قبل فترة لما كنت خارج اليمن تجمد، قال لك لازم بطاقة. هذه بطاقتي؟ قال لا، بطاقتك منتهية. طيب، ايش علاقة منتهية؟ انت كبنك محتاج اسمي الرباعي ورقمي الوطني، ليش لازم اجيب بطاقة جديدة؟ يعني لا اسمي هيتغير في البطاقة الجديدة، ولا رقمي الوطني هيتغير، هو نفس الشيء. ولا احنا في الولايات المتحدة الامريكية كل تجديد بطاقة بيعدلوا لك عنوان السكن، الاسم هو والرقم الوطني هو. يقول لك لا، روح سجل في اي جامعة، يقول لك لا لازم بطاقة وطنية. اشترك في اي خدمة، في اي وظيفة، في اي شركة، يقول لك لا لازم رقمك البطاقة الجديدة. طيب، اذا ما عندك بطاقة او الدولة عاجزة تصدر بطايق، احنا اليمنيين ايش نسوي؟ يعني نروح ندخل جهاز السبات الالي حق الافلام الخيال العلمي سنتين ننام ونصحى بعدين لما تصدروا بطايق عشان نعرف نعيش في البلد هذه؟ يا جماعة، ابسط حقوق المواطن بطاقة شخصية. يعني احنا في اليمن هذه بنتكلم في مشاكل تافهة، الناس تخطوها من 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 300 سنة، واحنا لليوم بنتنازع على اشياء يعني بديهية. مواطن يمني اشتي بطاقة، اعطوني بطاقة. يقول لك لا، احنا بتجينا يعني كل كم اسبوع 500 بطاقة عظم، والطلبات بالالاف. طب ايش نعمل؟ نروح نشتري لكم احنا بطايق؟ يعني انت تدخل بس عند الاحوال المدنية، خلال 10 دقائق عبوا لك الاستمارات، لحطوك الزلط، غلقوا الدرج ويعطيك ايصال. ايوه، ايش اسوي بالايصال؟ يقول لك تابعنا بالايصال. لا متى؟ الله يعطيك طولة العمر، يا انت يا واحد من الورثة يجي ياخذها. طيب، يا تصدروا بطايق، يا تخلوا الخدمات تمشي بالجواز او بالبطايق القديمة. لا، والاكثر بقاحة هنا ايش؟ انه الجواز اليمني هو وثيقة دولية، يعني يفترض انه الجواز اقوى من البطاقة، لانه البطاقة هي وثيقة وطنية داخل اليمن، اما الجواز فهو وثيقة دولية. يعني من الغرائب ان انت اذا يمني وتروح اي مكان في العالم، اذا معك تأشيرة تدخل بجوازك عادي، توصل المطار تأشيرتك، جوازك فلان بن فلان بن فلان، اهلا وسهلا. بجوازك تروح تحجز في فندق، تقدم على وظيفة، تشتري سيارة، تفتح حساب في البنك، تحصل على شريحة تليفون في اي دولة في العالم بجوازك، لانه وثيقة دولية. وسبحان الله، الجواز اليمني يمشي في كل مكان في العالم اذا معك تأشيرة، الا في اليمن نفسها ما يمشي. روح اي مكان بجوازك، قال لا ضروري بطاقة. طيب، ما هذه وثيقة دولية ايضا، يقول لك لا ما تمشيش. غرائب
بلادنا كل شيء عكس. فتخيل لما يكون انت جوازك اليمني يمشي بكل مكان في العالم الا في اليمن. يعني العالم كله معترف بجوازاتنا الا احنا. وانا هنا لا اتحدث عن جواز حكومة صنعاء اللي لسه العالم مع العدوان والحصار مش معترفين به، انا اتكلم عن الجوازات الجمهورية الاولى. وعليه الى الان قناتي واقفة والاعلانات واقفة والارباح واقفة ومصالحي محلبطة والناس اليمنيين اللي ما عندهم بطايق كلهم محلبطين ومش عارفين يمارسوا حياتهم بطبيعية لانه الدولة عاجزة عن اصدار بطايق. طيب مين ناشد يعني؟ مين يا فخامة الرئيس المشاط؟ يا السيد محمد عدل الحوثي، يا اخي ادوا لنا بطايق. انا مواطن يمني اسمي ايمن القاسمي محتاج بطاقه، ومش انا بس، انا بتكلم بلسان الناس كلهم اللي محتاجين بطايق. طب انا ودي افهم شيء، سؤال مهم، ليش كل المؤسسات الاراديه في البلد شغاله ويتم تطويرها ويتم اصلاح الانظمه فيها واستحداث نظم معلومات جديده وتطبيقات جديده وانظمه كمبيوترات جديده تقنيه معلومات عشان يطوروا الخدمات، لدرجه انك صرت في بعض المصالح الحكومية ممكن تورد الفلوس بالتليفون على كاك بنك، بيطوروا المؤسسات الإرادية. أما المؤسسات الخدمية فهي هي من عام 86 تدخلها نفس الكرسي ونفس الطاولة ونفس العقلية، حتى منفضة السجاير يمكن تلاقي استجارة فيها من 30 سنة، يعني كلها باقي لها سنتين بس وتتحول لأنتيكة تعرض في المتاحف أو تباع للقصور العالمية كتراث وطني. يا جماعة التفتوا شوية المؤسسات الخدمية، معقول دولة عاجزة عن صرف عظم بطايق بالذات الناس اللي هو اوريدي معاه بطاقة لكن تاريخها انتهى، زي انا بطاقتي منتهية من سنتين. الرقم الوطني بطاقة عظم يعني عيب والله انك تروح للتحرير ولا للجامعة يعمل لك بطاقة عظم بألف طبق الاصل، وانتو دولة مش عارفين تصرفوا بطايق والخدمة مش مجانية، تدفع 8000 ريال يعني مش مجانية. طيب اصرفوا لنا بطايق، ما الموضوع هنا مش موضوع كماليات، لا احنا محتاجين بطايق عشان نمارس حياتنا بشكل طبيعي. معقول مواطن في العالم مش قادر يحصل على بطاقته الشخصية اشهر يستنى؟ اشهر ليش؟ ايش الاعجاز في العملية؟ وهذه مناشدة مني باسمي وباسم الناس كلهم للسيد المشاط، لمحمد علي الحوثي، لوزير الداخلية، يا جماعة التفتوا لمؤسسات الأحوال المدنية والأحوال الشخصية ومركز الإصدار الآلي الموحد والجوازات، خارجوا الناس، المسألة ما هي مكلفة وما هي مجانية العملية، مواطن بيدفع الرسوم عطوه بطاقة عشان لا تتحلبط مصالح الناس. في ناس مش قادر يفتح حساب في البنك ما عنده بطاقة، في ناس مش قادر يستلم حوالات من دول معينة ما عنده بطاقة. حلوا لنا مشكلة البطايق لأنها ما تكلف أصلا، وشوفوا لنا حل في الجواز اليمني، يعني يا تضيفوا الرقم الوطني فيه يا تلغوا الجواز بالمرة، لأنه لا يجب أن تتعارض الجواز مع البطاقة الشخصية، يعني غريب أنها تتعارض معها، يفترض الاثنين يغطوا بعض والجواز أقوى من البطاقة. وباسمي وباسم الناس كلهم نوجه هذه المناشدات، وأنا أول واحد أشتي بطاقة، خارجوني أنا مواطن يمني أشتي بطاقة، ادولي بطاقة لفع النثرة أشتي بطاقة، بس ما طلبش المستحيل. احنا مقدرين ظروف البلد، مقدرين العدوان، مقدرين الحصار، مقدرين ضعف الميزات، مقدرين كل شيء، لكن ما طلبنا المستحيل. احنا دافعين قيمة البطاقة نشتري نستلم البطاقة، بس الشعب دافع قيمة البطايق يشتري نستلم بطايقه، ويفترض الدولة تكون أكثر حرصاً إنه كل مواطن يكون معاه بطاقة تعريفية. يعني في ناس ما عندها بطايق، طيب هذا يشكل خطر على الأمن الوطني. الدولة تكون أكثر حرص وتحذر، المفروض زي جمرك السيارات تحذر على البطايق، انه خلال مده شهرين يجب ان يكون كل انسان ما عنده بطاقه او تاريخه منتهي ان يحضر لاصدار بطاقه جديده. انا لا عاد اطول في الجانب هذا، وفي ختام هذه الحلقه يعني اصدقاء المتابعين في كل مكان هذه لكم مني تحيه، انا مواطن يمني بدون بطاقه، تحياتي لكم جميعا.